تمكنت فرقة مكافحة المخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الغواط تمكنت من توقيف مركبة من نوع أكسنت يقودها شخص مشتبه فيه يبلغ من العمر 31 سنة. تم العثور بداخلها على أكثر من 7000 كبسولة من المؤثرات العقلية كانت مخبأة بإحكام داخل المركبة. تفاصيل العملية في ميكروفون مصطفى بن مسعود. بعد وضع خطة أمنية محكمة من توقيف مركبة من نوع أكسنت بيضاء اللون على مستوى المدخل الجنوبي لمدينة الأغواط يقودها شخص مشتبه فيه يبلغ من العمر 31 سنة، بعد تحويل المركبة السالفة الذكر إلى مقر المصلحة وإخضاعها لعملية تفتيش دقيقة تم العثور بداخلها على كمية من المؤثرات العقلية تقدر ب 7200 كبسولة كانت مخبأة بإحكام داخل المركبة. تم توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 31 و37 سنة لتورطهم في قضية الحال مع حجز كمية من المؤثرات العقلية وكمية من المخدرات من مادة الكيف المعالج بالإضافة إلى أسلحة بيضاء سكينين وسيف وعصا بيسبول كانت مخبأة في مسكن أحد المشتبه فيهم.